أهلا أعزائي المشاهدين، مرة أخرى منواصل حديثنا عن حقيقة الطوفان ومعي دكتور ناجي اسكندر. أهلا وسهلا يا دكتور. كنت تتكلم عن الحيوانات إنه مش شرط تكون مفترسة والحجم بتاعها صغير، كمان الأعمار كانت طويلة، فإذا مثلا ضخامة الحيوانات يمكن مع سلسلة الأعمار الطويلة بنفس الوقت بتاخد فترة أطول. عندنا أوكي. كيرفات بتبين الـ 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 النمو بتاع بعض الديناصورات، لأن ده موضوع مهم قوي. ففي ناس قالوا طيب ما هو ممكن تدخل صغيرة بس هم قعدوا سنة، فممكن تكبر ما عرفش يطلعها. ده أحد الاعتراضات. ما احنا بنسمع اعتراضات كثيرة وبنرحب على فكرة بكل الاعتراضات يا أخ نزار، لأنه إحنا بنثق أن الكتاب المقدس هو الحق والحق يحررنا، فإحنا مش خايفين من الأسئلة، إحنا بنرحب بالأسئلة. نعم. ففي عندي كيرف مش معايا دلوقتي على الكمبيوتر بيوري أن في السنة الأولى والسنوات الأولى النمو بيبقى بسيط، وبعدين يحصل نمو كبير قوي زي الأطفال مثلا لما يكونوا صغيرين، وبعدين في مرحلة المراهقة يحصل أنهم ينمو نمو سريع لحد النضوج. فالفترة الأولانية ما تعد بعدة سنوات، فوجودهم في داخل الفلك مش ممكن يوصلوا لحجم كبير ما يعرفش يطلعهم من الفلك.